الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم جمعية يافا للإغاثة الإنسانية عن أضخم مشاريعها، ألا وهو مشروع الأضاحي لهذا العام، حيث سيشارك كل 7 أشخاص بثمن العجل الواحد. فعلى من يرغب بالمشاركة في هذا المشروع عليه دفع 1550 شيكل على كل فرد، 1550 شيكل. فعلى من يرغب بالانضمام في هذا المشروع المبارك عليه أن يتوجه لأحد أعضاء الجمعية التالية أسماؤهم: الأخ أبو بكر عايش، الأخ أشرف خمل، والأخ عيسى خمل، والأخ رامي عبده، وأخوكم إسماعيل دلق بمشيئة الله تعالى. فكما نهيب بكم ونرغبكم للمشاركة في هذا المشروع المبارك، ومن أهدافه توزيع أكبر عدد من اللحوم على العائلات في المدينة، وتعزيز وارتباط المحبة بين الشباب. فبارك الله لكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.